الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم بك نقول، اللهم بك نستعين، اللهم آمين. براني برئيس مخشكاني برئيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببشتواني خواهي بروردقار لدرزي سيهامين درزي شرح لمعة الاعتقاد موخزمة كبردوامة بين لسرباسي فضلي أصحابي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بتايبتيش معاوية لبرويك بشك لمتنا كمان كأفرمية ومعاوية خال المؤمنين جاء ليربو لبروي درقاي اليداني هاولان شكاندني أو درقا بمعاوية رضي الله عنه دس بأكاد ويا بردوامة بينو قشتي نسر أويك برسيار كرا لإمام أحمد رحمه الله أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال معاوية أفضل. كاميان أمانة بريسترن فضلي عن زورتنا معاوية عمري كري عبد العزيز. لو والله ما فرمي معاوية أفضل. طبعا دكاتي خوشي يكس نبوة أقروا نبوة والله من إمام أحمد يعني داوة والله من ياسايكي بيشان دين أم ياسا درسي أم رومان بو منو بو إيوش هو تانية. فرمي لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، إيما هيج كس قياس ناكين لقال هاولي في هاولي في غمرة صلى الله عليه وسلم آي أم يا أو هاولا هاولي بيغمر صلى الله عليه وسلم أو بليها يعني غير خواني لقلها قياس ناكري. فرمي لبروي بيغمر إخوة فرمي خير الناس قرني، باش أنا فرمي خير الناس قرني الذين بعثت فيهم، باش ترين كساني أوانا كمن لنا يعني الروانا كراهم من يعيم هاولا كان إخوي بويا هروها برسياري لي أكري كأفرمي جاريكي كبرسياري لي أكري كاميان معاوية من أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ لا شو يعني كشي أفرمي أفرمي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يغمري بيني أو أفضل تره، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني كابو أمانة بي قولي بيغمر صلى الله عليه وسلم بيه يسناك إنسان مناقشي بكاد. فضلي كري جعفر أفرمي وتم أي باوكي عبد الله ما بسمي أمي أحمد شيء علي سبارد بفرمودك أي قبيصي كري عباد سماك كالسفيان ويقرينتو علي بيشواي دات برور وعدل بينجن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمري كري عبد العزيز يعني إمامي معاوية بران يكسر بو عمري كري عبد العزيز. فرمي هذا باطل ونمقسي أكي بوشا أو يدعوك سيوايوتوا. فاشان فرموي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدانيهم أحد كس ليا نزيك نابيته هاولاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم لفضله. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاربهم أحد كس ليا نزيك نابيته. قال وسألت أبا معمر الكرخي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر وعمر وعثمان. قلت إن عندنا إنسانا يقول لا هي ما هندي كسأله يا إمام أبو بكر عمر عثمان هندي كسأله وعلي وعمر بن عبد العزيز يعني معاوية براند. طبعا أبوه لنا أصحابتها إمام عثمان أو فضلة روشتوها. فقال أبو معمر ما قال بهذا أحد كسل السلفية ما مينوتوا ويحك من هذا تياشي كي أو كسا لما تصحبون مثل هذا بوها والله يتي أمانا أكن بوها والله يتي أمانا أكن كل أبي وريابين كتابي كي أخوانينو دين لكي والأقرين بتايبتي باسي هاولاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم لما يخطأ معاوية بو معاوية أبرين يكثرهم بو عمر كري عبد العزيز أصحاب محمد عليه السلام خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هاولاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم لباش بيغمبر أفضل أمة وباشترين كسي أمة لو جاء من بعدهم بأمثال الجبال من الأعمال لكانوا أفضل منه.
لباش أو عن هركس يلا تابعين لعلماش ينيكي وكان عملي صالح هبيت هر صحابة لوان فضلي زورت أما براوته لو شيء برأي أخوش قبل باش ما مصابو يا ما كم في أم وايا أبي بمانجش نه تمن مع لسارة مبروين لبروي يا ما ثابت بي لناخي من على كان معنا لناخي من صرمانانا يس خلك يجي زور شد لميش كيتي أبي أو ميش كصعب كريت وكدين لها والله ورا كريت بويا أيش فرمي بلغم شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا إيه بيغم الخواف صلى الله عليه وسلم مريك لا إيوة يواني كيبي أحد آلتون بكات خير ناقات مشت يكي أوان يعني ومشت أجل باش أقر بيغم الخواف ناقات يكيك لأوانا توبود دي هل أوتا جرأتت بياك برابر يكي لها والان يترو إنسانا ورده ورده بي أخليس كي خواف نامام دا بويا عند العلماء رأيان وأولى وأنا إمام مالك أفرمي ولو أن رجلا في قلبي على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لكان كافرا هركسي رقق لضلي بو برامر هاولاني بيغمر صلى الله عليه وسلم كافرا أليب ببلغيشي لأن الله عز وجل يقول أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار لسورة فتعاتي بستنوع كأب خايب الرجاء عز وجل بس للنمونه محمد رسول الله والذين معه تاك وتاعت قد يتساوي كالتوراة إنجيلة وصف صفاتها هاولاني في غمرك وصلى الله عليه وسلم سماهم في وجوههم تاد يتسر أويك شون تويكي خرما أخيت عرس كد يتدرو فآزره بقوة أبيه فاستغلظ بهيز أبيه فاستوى على سوقي راء وسيت يعجب الزراع السرنجير شيء جوتيار وفلاح الرائك يا شيء أما بو واخ ما بس شيء بلاوازي هاتن ها والله أني بيغمر صلى الله عليه وسلم كم بون بنا راحتي هاتن ورد بهيز بون كي رقي لي أنا ليغيظ بهم الكفار كافر كان خوي قرب بهيزي كردن شيريني كردن متمكني كردن أو كافر ليان بيزارة أبو هريرة طبعاً لك أبو هريرة الصحابة المكتب حباب الله لخزمة إمام أعمش أبوين باسي عمري كري عبد العزيز كراو باسي عدل ودات فروري كرا إمام أعمش فرمي فكيف لو أدركتم معاوية أي شيء ألين أجر إياه وبقشتاعنا معاوية فقالوا يا أبا محمد يعني في حلمه لمسائلي حلم لسرخويك قال لا والله ألا بل في عدله لدعت لدات فروري إمامي قد أتاك مفسريك قوري إسلامي لزمان تابعيه أبوه أفرمي لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم هذا المهدي أقل إيوة عملي معاوية تان ببينا روشتان بكر دايتو أوتان ببينا زوربتان أوتان مهدية لو بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم كباس لو عدالتك لو زمنك ديته إمامي مجاهد كطلبة ابن عباس ومفسرة فرمية لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي معاوية أمام مهدية عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق ما رأيت بعده مثله يعني معاوية يعني إمامي أبي إسحاق فرمية ما نبينية كسيق وكو أو بويا أم قصة أقاطع ليبيد يعني في يوم وياك إلى خالة جرينجا كاني درسي أمره معنا زور كسنية كدين بس للخلفاء الراشدين كان دعاء ولن شيء على أو ملكة هي بزبر قرتيتي أم حديثة رد لسر أو أنا أبي أقاطع ليبيد شيخ الإسلام فرمين بين الرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ستكون خلافة نبوة ورحمة نبوة ورحمة ثم يكون ملك يا ملكا ورحمة قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم دعي خلفاء الراشدين شي ديت ملك الرحم عدل ديت أما أعقاتا ليبي في غمري خواف صلى الله عليه وسلم أول هذا الأمر نبوة ورحمة أول أمر في غمرة صلى الله عليه وسلم في غمبراتي ورحمته ثم يكون خلافة ورحمة هاش نماني في غمر صلى الله عليه وسلم خلافه رحم دي ثم يكون ملكا ورحمة أو قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم ريك أرلاتي بويلة دوانزا خليفة في غمر فرمي صلى الله عليه وسلم أمر إسلام لعزته كاب قول الرسول الله لدواء خلافه الراشدة ثم يكون ملكا ورحمة
أو طبعا إمامي أحمد روايتك لو بزار وصححه العراقي والألباني ولا سلسلة صحش هاتوها بويا شيخ الإسلام أفرميت كباسم حديثك فكانت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم نبوة ورحمة بيغمبراتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيغمبراتي ورحمة وكانت خلافة الخلفاء الراشدين خلافة نبوة ورحمة أواني تشيبوا خلافة تشيبوا خلافة نبوة ورحمة خليفة رسول الله بن ورحمة بن وكانت إمارة معاوية ملكا ورحمة أولا حديث كيف يغمر حديث كيف يغمر صلى الله عليه وسلم وبعده وقع ملك عضوض أولا جامع المسائلات هل وها فرمين زانين يقدنقن اتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة أفضل مليك أم أمته معاوية فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة وهو أول الملوك أو تشاري بيشتر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أويش يكم مليكك في غمر خواب الرحمة باسي كردوا كان ملكه ملكا ورحمة دصلاتي أو ملك الرحمة بو بنص حديثي في غمر صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث وكان في ملكه من الرحمة والحلم ونفع المسلمين لزمني أوى رحمة حلم سود قازانجي بو مسلمان ما يعلم أنه كان خيرا من ملك غيره لمجموعي فتاوى ينابدي عبد الرحمن كري أبي عميرة فرمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيبو أبو عبد الرحمن بن عميرة يكيك الهولاني بيغمر صلى الله عليه وسلم أفرمي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم سبارد بن معاوية فرمي أنه قال لمعاوية اللهم اجعله هاديا مهديا وهدي بي كواب اللي راه بيغمر إخوة فرمي خواي فرورد قال اجعله هاديا هاديا نزال معنى شيء يعني أو كسيك دالا خفيفة لخيركات مهدي يعني برنا ما يكره ولا سر خيره مهدي يهو دعاي في غمره صلى الله عليه وسلم إن جاء مشي خلباني تصحيحي كردوه جاء أو حديث ضعيف من دعاة الروم السري كالين في غمره خواه فرميتي يا كم كسي كأن أول من يغير السنة رجل من بني أمية حيث كان ضعيف إمام بخاري أفرميه أصلا أبو ذر لعهدي يزيد لا شام نبوة لعهد معاوية شام بوا شايتكم ليري حديثكم منقطع إمام بخاري إنكاري كردوك صحيح نيا ليري الشيخ الباني لم خالك أو توتا هلوة أو أنك خصي الشيخ الباني ورناقرن لو دائما الله الشيخ الباني الله صحيحة دي باشا بوا لما وري ناقرن لما شيء أنا الشيخ الباني فرمي أم حديثة صحيحة ما أم تناقض لمن هجابو شونا بعلم قصنا أكريت بمزاج أهواء قصة أكريت أو ثانية فرمي في غمر إخوة فرمي اللهم اجعله هاديا مهديا وهدي به والله أمل أخوي شما ببين لأخوش نازعين شبكي في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي أخوايا أما بيك بكسي كالرقاء خير في شاني خلق يبدأ خوش لزادي خوي لسر هداية بيت وهدي به به أمش أوي هداية خلق يبدأ أو فتحات إلى عهدي معاوية بوا نبولا تاريخه بويا هل في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم ثابت ولا حديث صحيح إمام الطبراني رواتك وصححه الألباني وغيره أفرم في غمر إخوة يفرمو اللهم علمه الكتابة والحسابة وقي العذابة إخوائي فروردقار كي جينا له قرآن بويا إمام ابن عباس أفرمي له من زانات له بيفرمي إنه فقيه يكيك لعلمائنا وصحابة معاوية إخوائي حسابي فيرك إخوائي علمي قرآني فيرك بيشي بارز الله عذاب إخوائي فروردقار بويا براسي لمن هاج السنة شيخ الإسلام فرمي فلم يكن من ملوك المسلمين خير من معاوية لأنه ود صلاة داراني مسلمانها كسنبوه دعي شوار خليفة وكو معاوية خير الرئيس هبيت ولا كان الناس في زماني ملك من الملوك خيرا منهم في زماني معاوية لزماني هيج كزيك لباش شوار خليفة مسلمانا وكو زماني معاوية لخير وخشي نجياون بويا إمامي ابن كثير طبعا هو لمجلد شاش لا بريد صدو سيدو شيخ الإسلام هنا من هاج السنة ابن كثير لا في ترجمة معاوية الرجي وأجمعت الرعاية وأجمعت الرعاية على بيعته في سنة 41 لصالي شليك هجري أمة كلي أمة يعني شي أجمع أجمع عامي جماعة أبو أهلي حلو عقد أجر داني دوان بيعتيان ندابية أما الطعنية بو شو كالسعج بيعتي ندائي مامي أبو بكر لا أهلي السنة فرمية قد نبا دكس كسي أبي خليفة أو دك شكان كسي كوبون وكعك وفلان كس خليفة
نبا كان كسي يجيش بيعد ندى نابي بخليفة هذا ما شاكن جاء فلمي فلم يزل مستقلا بالأمر في هذه المدة إلى هذه السنة التي كانت فيها وفاة أبوشي هو مسلمان لنازو نعمة الجهاد أجيان لزمان أو تاوفاة كاتي وفاة والجهاد في بلاد العدو قائم لسرخاكي دجمنان مسلمان خليكي فتحاد وكلمة الله عالية كلمة إخوة برز بالعهدية والغنائم ترد إليه من أطراف الأرض لا تحمو شوار دورة كانوا نيا لحموي أطراف زوي وحموي غنيمين مسلمان رويا كردا بيت المال مسلمان والمسلمون معه في راحة وعدل وصفح وعفو أولا البداية والنهاية مجلد يشصدوا بستو نو شي فرمو ابن كثير والمسلمون معه مسلمان لعهد أو في راحة وعدل لأوبر راحب لدات فالورياب وصفح لا بري تازيت تعقد انتقامي لخلق ناسا خلقي عفو أكردو دائما لا بري تازي لقال خلق أكردو بو ابن أبي العز حنفيك الشرحي الطحاوي كردو كباشتري شرحي الطحاويشة الله وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه يكم ملكه كشي يكم ملكه ملكي عدل كوربيا ملك خوافل ملك الرحمة وهو خير ملوك المسلمين من برابر زكانه خشك كان أمانة باسكم لبرأوي كاري قريم منهجي روافضش على سر مسلمان كاري كردو تنانت خلقي خمان ما مصانو سر خلقيا آل يرطع عن أدابه يا مالضرورة يا أمانة بزايم لهم كبار علماء وينوتوا تاريخي بيسند لنياران إسلام كاري قري كردو سر خلقيا يا ما بفرمودي يا كم آية أعيد وصي أصحابك دون فرموده رسول الله صلى الله عليه وسلم هرب تائبتي باسي معاوية شان فرموده الصحانة من خندو كهابو بولا بروي برشاو من لي الله ببزعين دين لكي أوراقين انجا أفرميه لكنه إنما صار إماما حقا بوبا إمامي إيمان داران أمير المؤمن حقا لما فوض إليه الحسن بن علي رضي الله عنهم الخلافة كاتي إمامي حسن أجر للاي شيعة إمامي حسن إمامي معصومة شون إمامي معصوم ده صلاة تسليمي كسي كافركات رونق سكم أمام الجريمة بدل يتفال إمامي حسن ولا ده صلاة كابون بلغير سر فضلي إمامي حسن وفضلي إمامي معاويش كأمة بما يك كوبونو بنبا يكدنغو يكدس فإن الحسن رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه باش مردني إمامي علي أهل العراق بايعتي عند إمامي حسن آي إمامي حسن خو أهل العراق بايعتي عند بيدوايا وانيا كر إمامي علي شاه ليرا ثم بعد ستة أشهر باش ششمان فوض الأمر إلى معاوية أمش تسليمي إمام معاوية كرت فظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ليرا وكو يكيك لمعجزكاني في غمر صلى الله عليه وسلم كأم كرم صلح لبيني دو طائفي قورأك لم صلمانان دو طائفي قورا لك كابو هل دو طائفك أم طائفة قورك في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم وصفيك إماميا معاوية أبوه دواتر بوبا إمامي هردو طائفك هردو طائفك ما شايته بلقيه لسروي أو أنا طعن لمعاوية أدن كبي غمري غازي صلى الله عليه وسلم فرميت إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين دو طائفي قولا لمسلمانان كدواتر بوبا أميري هميان بكيشو إمامي حسن خوي بيعتي في داوة شون بيعت داتا كسيا كبزاني أم كسا أهل شايستنية أموري مسلمان بريت الروا نجابوا يا براسي ليرا إمامي الذهبي جا خلقه يا روا شتي إمامي الذهبي أهيانا إمامي الذهبي كهندي جار شتهيني يا إمامي طبري لتاريخك يا خوي إشارتي بالضعيفي كردوها خوي لمقدمة وتيتي أمانة كبوتان بعض كم هندي كان روافض ديني عن ليور مقرن بلا لبروا قصب وتاريخ ونقلي كردوها أمانة كي علمي راقلوا يما كسندنا أخوانين دين الله ولا إمام الطبري وايود برو الرأي خوي مخيانو إمامي الذهبي فرمي ومعاويته من خيار الملوك الذين غلب عدلهم على ظلمهم باشترين ملكة كان خياري ملكة كان معاوية كتشيه لباشتر كان عدلي زالة بسر ظلم مستمية وما هو ببريء من الهنات والله يعفو عنه كسنية معصوم بيت كسنية هلين بيت بلام خواهي فرؤال قال ليان خوش بو أمانة دو بي غمري خواه دعاي بو أكردوك لمجلد يسي لا بري صدو بنجاو نهاتوا كابو ليرا أو ثابت بيك أم وصفانيك أم هم أمتك وبوتو هردو لا جيشي حسن والشام كوبونت ولا سروي امبيا وكنبه تي
خليفة مسلمانان أما أو كسي بليه أو كسي بليه إمام معاوية أو أخراب وو قصيب إمام علي وتو طماعي خلافة كردو أمانة ألي أمة لسر ضلالت كوابوتو أما إيش في شواني حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم أما طعن لها مو أمة أنفر مدبم رواية الصحيحة برا أخشي كان ما قاتل لي بيه كأنس أفرمي بيه غمري إخوة أفرمي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة أو إيش بلقيك إجماع خواي رب العالمين أجار عني باراستويتي خوا أمتكمي باراستوى لوي لسر ضلالة قم رأيكو بيتو أمة لسر معاوية كوبوتو أما حديث صحيح بدو أتريش بس يقين كناون الأشي عام الجماعة عام الجماعة بويا تماشاي محمد يان ابن تيمية شي إصنباتيكا أفرمي بيغمري خوا أفرمي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم باشترين إمام كانتان أوانن ك يو أوان تان أو تان خوشة أو شيء ويخوشة به دعاءي عن بوا كان دعاتان بوا كا أفرميت معاوية رعية لأن رعيته يحبونه والنبي يقول خير أئمتكم في غم معاوية رعيتك أي خوش يعني أويس في غم ريش أفرمي أوانك الرعية كي خوشة رعيتك خوشة شو إن كوتواني خوشة أوانا باشترين إماما من هاج السنة فهم لم يكن من ملوك المسلمين ملك خير من معاوية وكانت سيرته مع الرعية من خيار سيرة الولاة نبوهيش ملكي وكوبيا لبرو إلا الرعية لباشترين إمام بيا الشواب لقل شون كوتوانيا انجهروها أفرمين معاوية لفضل معاوية لفضل كان يشيها إمام حسن كتنازلي بوكر أأمر رويدا أفرميه من أجل حقن دماء المسلمين الخير مسلمان بارزي لو شره وجمع الكلمة أميشة وكباس مانك حديثك بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين كأول يرى أمي يكشد من بريمك أويش أو تانية كيبو أمد لسري كوبوا أمد لسر خلقي خراب كون عبتو بنصي وحديثي كخمين مان كوابو إمام حسن كتنازلي كرد لمعاويته بوشي فكان في تنازلي رضي الله عنه لمعاويته مصالح عظيمة للمسلمين مصالح ممنوع من الصرف وإنما مصالح مصالح عظيمة للمسلمين برجوني يجي قولي مسلمان أنت فاجتمعت الكلمة على معاوية اجتمعت أو حديث آقاتا ليبيا بم رواية صحيحة كسبيتها نلي ضعيفة إن الله تعالى قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة أمتك وبوا لسلام بيا وساس الناس بالحكمة والسياسة الشرعية إيه؟ خلقي بحكمة بدانائي بالسياسة الشرعية ساسهم بالعدل بعدل أمق سيشاية زانعاني سلف لساري بالعدل رضي الله تعالى عنه والعقل والحكمة والرفق بالمسلمين بعقل بحكمة بنرمنيين لقل مسلمانا تنانت وايكرد يعني أما أم داد بروري وعادلين يعني زاني نياران دس يعني كرده شي حديثي موضوع لجي دس يعني كرده بهتان كردن دجي بويا فرمية تانا ندواي لهات وسمي العام الذي تنازل فيه الحسن لمعاوية رضي الله تعالى عنه الجميع باش أوصى عليك إمامي معاوية إمامي حسن بيعتي بيه دانا ونراشي أحمد يان أهدي محمد يان هدي حاصل كان أما لم يشتن ثابت بيت أو عاما مسلمانان بيانو شي سماو المسلمون عام الجماعة هو عام الجماعة يعني الذي انعقدت فيه الجماعة توحدت فيه الكلمة مسلمان بون بيقدس مسلمان يكيان قلت أوش لفضل إمام حسن رضي الله تعالى عنه كمصلحة مسلماني هل بجال يقدن يم مسلماني هل بجال وأود بارئك مهاد لباشا أفهم أميشة هم أو حديثي رسول الله تدي كهو بلغي قال لسرتي مدل ما نخوش به كهو علامات يتدي كيقين ما نزيادة كاكا في غمري خواه للهني خواه وحي بهات بوي أشتان لدواء إخوة يتدي انجا تماشا كان يوا ابن خالدون تي أفرميت إن دولة معاوية وأخباره كان ينبغي أن تلحق بدول الخلفاء الراشدين دولة معاوية وهوالي معاوية أبيت شيء بكريت الحاق بكريت شيء بكريت شوار خليفة وخلفاء الراشدين
وأخبارهم فهو تاليهم في الفضل والعدالة والصحبة. لباش أوان كيا أوى لفضلة لدات بروالية لعدلة كوا لمقدمة لمجلد يكلا بري صدو شوارهاتو. أقول يا رامي أوبلم إمامي عبد الغني مقدسي شمان فيها فرمي أما أقاتان لي بالله خلي خلافة معاوية صحيح بو بايعه 60 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ببسي كيا معاوية خوينا أما خالي جرنجا لما ويدا ولا كمان كبير زانين آية معاوية كروبا وكايا تيكرد أم لدعاء خوي يزيد يعني أحمد يعني آية مصلحتي مسلماناني نخير عنده نخير أو عنيك لو كاتب بر برزبون لولاة إسلامية كان لو ولاية كان نعم يبوها من ناردوها ك أم وضع آوايا خلقي شام قبولنا كان كغير أمان بن آية ولاميان بو قراوة فجاءت الموافقة منهم وجاءت الوفود بالموافقة على بيعة يزيد كأموي أم كراء مادية توانا هي أم ولا تبارية الريوة وبايعه الكثير من الصحابة زور للصحابة كان بيعتي أن بيدا إن جابوا حافظ عبد الغني مقدسي سيكا قماني خير برامرها ولي بيغمر آوايا أفرمي خلافتي كي هي معاوية خوينا أو دي أبوينو أمات يقدن ولا سلم معاه خلافته صحيحة بو بايعه 60 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شا الصحابة بيعتي أن بيدا منهم ابن عمر ابن عباس أمدو عالم قولها ما رمز لسي أهلي علمنا وصحابا وقد ثبت في صحيح البخاري في حديث إجمالة حوت زار صد يانزا ابن عمر فرمي أن ابن عمر بايع يزيد بشون نافع فرميت نافع شي بوا لا مولاي ابن عمر بوا الله كاتي أهلي مدينة خلع بيعتي عن كلا يزيد كري معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده حشم عين خلق تهيبتك يا اخوي خواصي اخوي لقل من على كانيا فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد ابن عمر امر راي ابن عمر يقول من اليوم ليب ولا بيغمر صلى الله عليه وسلم يفرمو ينصب لكل غادر لواء يوم القيامه هل هم هو كسيك غدر بك روجي قيامه الله يجيب برزكريته وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله أوى أحمد يان أمل لك يا أمل الصحيح بخارية تعبيرك قوتان لي أبيت أما بسندي الصحيح قولي ابن عمر من شيب كم للتاريخ أن ياري الصحابة نسيتي وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله بيعت من ببيع بيعتي خواه في غمر دعوة بيعوة وإني لا أعلم غدرا هل يغشينت وغدركات وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع الرجل على بيع الله ورسوله أما أم حديث الشايتك يلا يوانيك أنا خلع بيعك بك بيعك الوشينه ومن وانا زانم غدري اللي وقوا لتربية كسية بيعات بدأت كسية ببيعي بيعتي إخواه وبيع غمر ثم ينصب له القتال باشا عن هرسية برامبري هرسية شهر برامبري بكات وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصلة بيني وبينه راهي من وأنا بينهم يكيك لأيوة أقر أم بيعتها هل وشيرته يان أم بيعت لنا وأم بيعت نبي ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصلة بيني وبينه أما حدي فيصلة يعني مشيك من حشايريك من ليجا أبمو كابو الليرة من ما بس مو تانية تما شاكا لكتابي المفصل في الرد على شبهات اعداء الاسلام من زانا فما ندرس من اسلام اما هاني دروس كلها مجلدي سيانزي دوسادو بستو هشت شي افرميه افرميت امامي معاويه راى رضي الله عنه ان في توليتي ليزيد صلاحا للامه سيدي كلام برجواندي امتي تيايا وقطعا لدابر الفتنه اما فتني ابشران بمساله باتفاق اهل الحل والعقد علي واوانشي لو كاتب بربرسياربون برسي كردبون رازيبون بمساله غير او ابن خلدون شي ما في من رحمه اخوي لي بقات لم قسم جامع لهنا شي شايتي كان دا افرمي والذي دعا معاويه لاثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه اويك وايكر اقات لم قسم برا خشك كان اويك وايكر لمعاويه اما قماني خير برامر هاول وايكر لمعاويه رضي الله عنه ك ام بربرسياريه تبدا يزيد كري نيدات غير او إنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع الناس برجواندي مسلمانان لكودنجي مسلمانان نقنوك التفرق الروب ده واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ من بني أمية
لبروي بني أمية مجلسي حلو عقدي بني أمية اتفاقيا لسر أمبو رأيا لسر أمبو إذ بنو أمية يومئذ لا يرضون سواه بغير أو رازين أبون وهم عصابة قريش وأهل الملة أجمع أو كاتشيا عصابي قريش يعني أو تاقم بهيزي قريش أمان بون وأهل الغلب منهم غلبش للاهي أمان بو فآثره بذلك دون غير أما وائل يكرد أريب جير مصلحتي مسلمانان ظني وابو أنه أولى بها أم لا بيشتربو أم إيشبو مصلحتي مسلمانان إن جات ما شاء أم يا سابكن كأيسة هندية برا ما مصر خوي بالعملية أم إيش جيب أجيها كات خود بو جيب أجيها كتب وطعني لدي وعاد لي عام لاهدا عن الفاضل إلى المفضول حرصا على الاتفاق واجتماع الهوائي لاهدا لو يكلبو لا يزيد نلا أصحاب زوريان فضل يعني لا يزيد حرك هم صحابة كان فضل يعني لزوجة له بلان بو كودنجي مسلمانانو نبوني تفرقة دولة إسلامي برتوازيتي أنك بي أمي عسايك تودي كسيك داعني أفزاني كاك الزيد أم زيد لو فضل زوجة له مكانتي زوجة بس أو داعني بيت السبب تفرقة وصحكتي كاشيت بلان مروي عمر داعني كسيك تر داعني أبيت السبب وحدة أبي وابكي إن جاء فرمي وعدل عن الفاضل إلى المفضول يا ما قولي ابن خلدون حرصا على الاتفاق حري السوري الى سر يقدنجي مسلمانا واجتماع الاهوائي كوبنوي هواي عين راي او خلق لقال كين الذي شانه اهم عند الشارعي يعني شيء مقصى كودنجي مسلمانا قورترا لشريعه الاسلام وان كان لا يظن بمعاويه غير هذا نابي غير ام قماني في بريد أما هاولي في غمرة صلى الله عليه وسلم أما أهل عدل فعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك عدالة الصحابة وهاولتي هو في غمرة صلى الله عليه وسلم أهو ما دعائي ويكردوا ريقمان لي أقري غير أم قمان بلين أويك قدري هاولا مزانية أما يك عدالته هاولتي يك يقول لما معنع كان دو وحضور أكابر الصحابة لذلك لو كانت قورة صحابة قورة كان لما كانت علم منزلة أمادبون سكوتهم عنه بيدنقون أما دو دليل على انتفاء الريبي فيه أما بلغي لسروي كمشكي تانية أو مصلحة بوه ينا قبول يا ناكر صحابة فليس ممن يأخذهم في الحق هوادة هاولان أو النبون مجاملة بكن لحقه أو النبون نرمونياني بنيوان لشتيك حق بمصلحة مسلماني تي هوادة وليس معاوية ممن تأخذ العزة في قبول الحق أمي شكيك لو أنا النبوة ككابراء أقر فيه بليل أخوة بترسى أم لتاوانا كي وائل يوكات ترابيت عزتي نفسي خوي بو عزتي نفسي خوي حق بيشي الكات فإنهم كلهم أجل من ذلك ها والله أنزور لو قولت أمتهم أبدي تباليان وعدالتهم مانعة من عدالتي ها والله ما نعبوها كأمانة ديني إسلام بش جيبخن بو أهواء وعرزي خويان أولا مقدمة ابن خلدون لا بري صدو نوهاتوا انجاهر خوش يفرمي للا بري صدو شاشة عهد معاوية إلى يزيد خوفا من افتراق الكلمة ترسع مسلمان تفرقيت يا بكبي أما تفرقة شرة تفرقة شرة يا ما إسا أوانا اللي يتي أنا قشتوين كابراء بهو قنوت يجي بيعني وكلنا وسلف خلافي لا سلف تفرقة لم زقوت أنيته دس برزناكات ولا بشتي إمامك كوا كأوانا يعني جناد هنا ويدلي مسلمان وتفرقة على قال أول شيء نابي التوحيد بكينا قرباني كلمة وحدة بها موي وحدة من ببي منهجي توحيد بيت محدين الخطيب شي مان فيه فرمي لها العواصم من القواص أما إيش عقدتان ليه بيصف لا بريد وصدو بيستنوه هم زعنا قولانا تشيلين اللي عدل عن الوجه الأفضل لما كان يتوجس من الفتن والمجازر إذا جعلها شورة لا يدال لويك إيساب ليكاك آديبا أم إيشاب شورة دانين أم اجتهادي بوكر خلق هبو ليزيد أفضل تربو لبر أو وايكر أترسا أترسال لو فيتنا وخيان رشنيك الرؤى دا أقر أم إشانكات وقد رأى القوة والطاعة والنظام والاستقرار في الجانب الذي فيه أي بيني طاعتي خلقي بو يزيد هيزو قوتي مسلمانان أمن آسايش باراستن لوايا كأم قرى دانيت كابو ليرا إشارت بوكين إيما كالرسول الله صلى الله عليه وسلم أو فرمدانا من هذه الدعاة إن شاء الله إشارتي بيكم
كاتي عمري كوري خطاب كحق لسر زباني بوه كاتي عزلي عميري كرد عمري كوري سعد لشامة خلق كبيانوت تو عزلي عميري كي معاوية داني يعني معاوية هي لاوت ولا شويني خوي فقال عمر لا تذكروا معاوية إلا بخير بخير نبي باسي مكان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهدي به خوايا بمعاوية هدايتي خلقي بدك إمامي ترمذي روايتي أكات وأوشتانيشي كزانا أنا فرمون كردويتي لما بدرنية عالم يقبو اجتهادي كردوه نيشي بيكاويت إذا اجتهد الحاكم في غمري خواف المي صلى الله عليه وسلم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر حديث متفق عليه كبوية ليرا من إشارة باشتيب كم كسي كابو بناوي كيوا مسوري كري مخرمة بوفد الرجب بلاي معاوية بس لا تخوش أما طبعا لما صنف عبد الرزاق أتوى لكتابي الاستيعافي معرفة الأصحاب أتوى ابن عبد البر ابن كثير البداية والنهاية هي ناويتي مجلدي سيلا بري هزار وشهر صادو بستو ياك أمي سورة وفد بروج بولاي معاوية رضي الله عنه شي رويدا بس هلاتي خوش هربيهم خوش ويشابن إشارة بيبكم أفرمي روش تزورو كسلامي ليكرد معاوية بيود ما فعل طعنك على الأئمة يا أمي سورة تو قصبيه وتنتو طعن ليدان له ده صلاة داره خليفة كان لسر أئمة كان يعني ده صلاة داره يعني مسلمان يعني موكو مصطلحي يما بيغمر صلى الله عليه وسلم باكار أو كسانيك كاري مسلمان أنا قرن ده سو بيغمر ناوي ناو أمير بيغمر يخوان ناوي ناو أمير باقي من إنسان ناي كوري وانيا ما بس ملوية كالتعبير يا سينا فالرعب والسفير يك أميرة أو الناوة لبروي اقتداءا بلفظك في غمر إخوة دائنيا صلى الله عليه وسلم أي شلي قال قلت رفضنا من هذا ورفضنا شوان الله بقى من رفضكين بقى أنبأ سنكين أو أحسن فيما قدمنا له كاكي كانتو أو إيك بوي هاتين لقل أو لقل ما أنا بشاكي أنجام يبدأ وفد بو قال لتكلمن بذات نفسك أو إيك لناختا أبي بيخي تسر زبانت بيدر كيانيت قال فلم أدع شيئا أعيبه به إلا أخبرته به حيش شتياك نما كمن أم بياوي بي لك دار وعيب دار كم إلا هوالم تهمين بيوت قال لا أبرأ من الذنوب خوان مرام شوان بريم من نارم باكم لقناه فهل لك ذنوب تخاف أن تهلك إن لم يغفرها الله لك آيته قناه دنيا أجر خوال ليت خوش نبيت ترستها بيه لنا عود بريت قال قلت نعود بلي قال فما يجعلك أحق بأن ترجو المغفرة مني فوالله يعني مشي وائلة وكردة وخد بشايستة تبزعين كتور رجاعت بمغفرة إخوها بيه منيش رجاعا بمغفرة إخوها فوالله لما ألم من الإصلاح بين الناس وإقامة الحدود والجهاد في سبيل الله والأمور العظام التي تحصيها أكثر مما تلي فوالله كاتي إصلاح بين خلقي أكم كاتي الجهاد أكم جهاد زندو أكم كاتي إقامة حدود أكم كاتي لبناء إخواتي أكوشم لأيجي زور قولتر أكثر مما تلي وإني لعلى دين كمن لسر دين أكم يقبل الله فيه الحسنات خوا حسنات قبولك ويعفو فيه عن السيئات خوالا قناها كان للسيئات ما خوش به والله مع ذلك ما كنت لأخير بين الله وغيري أنت ما شاهم شاهد يبقى قلت أنا لأبو محمد قال مع فرمي والله سيئن بأ الله لهيج إيشيك كخيار كوتوتا بردسم لبيني أوي الأخواها اللي بجيرم يا غير أخواه إلا اخترت الله على ما سواه إلا أخوام هل بجاردو أصحابيش أوسوا الناخوات إلا صدق نبيت كاتب يوحي بوها قال ففكرت حين أو كساني أمرش ككوتونة هل ودوش تواب يسنبعت وبابك با بردوام نبن با عزتي نفسي با نفسي خويا بشكي أنه أو تاني فرمين دعي أوها كي
مسوار كوفد بو الله دعاء ففكرت حين قال لي ما قال أمقس عني بوكر دمبيرم كردو فوجدت قد خصمني أو صاحب حجبه خصمني بكسي قوتي الله حجي أو بقوة تربية فكان إذا ذكره بعد ذلك دعا له بخير في اللباشة وهركاتي باسي معاوية كرد دعاء خيري بو أكرد بويا اللي رأى كوتاي درسك بما أهينم أوانيك طعن لمعاوية أدن أو لسر منهجي مبتدعين العلماء فرمون خواهي قولة فانا أمام داد وأقر بيتو وكو ألين معاوية بيعوكي واخراب وهند يكسك تكفير شكات لا روافض ومانا أو الطعن شل إمام كان لإمام حسن أو هم الصحابة كبيعتين في دعوة وآخر قصشم قاقة أحمديان برسيالي كان ألي باشا روافض وشيعة كان ألين باشا بو إمام حسن بوشي بيعتي داوين جوابي عن شيا ألين لبلوي ضعيف بون أما التقيية تقيا للا أوان هي أي كي هو جوابي أما بشي أدنك وتايق سكا جوابي أما بو أدريته نخير لصحيح بخارية هاتوا أما تنبو خير مو صلواتي بدين أفرميت أبو موسى أفرميت قيام لي أبو حسن أفرم يقول استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال والله كتيب كاني أولا بهيز بقوة الزرب كدر أكوتن وكو كيو در كبيت تيقرسن أما لصحيح بخارية بلام أو أبو وكان والله شيروا إذا فقاء عمري كري عاص فرمي إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها والله من أو كتبانا أبين توبشتين لي هالمكة هتاوى كتوان الله أقرانا وكسيك لآستي يكابن لآستي مستوى وشتا أبانا كتوان معاوية كإمام حسين بصري فرمي وكان والله خير الرجلين معاوية خير تربو لعمر بيوت أي عمر إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس من لي بنسائهم من لي بضيعتهم أجر أم جيشي يكبك جيد يترأو كاتا أم يكوان مشان ما لوان مشان كيه هي أموري مسلمانان بري وبري كيه هي أجاي أفرتي مسلمانان بيه كيه هي أجاي لخاكو رولي مسلمانان بيه تاكو تايكا فرمودك على صحيح بخاري توان بيجرنو كيترأو أبو إمام حسن تنازلي بوكرد معاويش أهلي رفق بو لا شر إمام علي شاء أو درنش وبشر تنادوا تبدأ درزكاني كباسكين تنها داوي قتلي إمام عثماني كدو أما اجتهاد كيبوا أي ودوا تر لبروي خلقي كش أكوجن أمانة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا بين معاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعل الوارث منا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم آمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.